silicon atom are held together by bonding action of valence. حكينا اللقاء اللي فات انه ذرات السيليكون دائما بتكون مش ما بتكون منفصله وانما بتكون مترابطه مع بعض بروابط تسمى روابط تساهميه او equivalent bond. الايكوفلنت بوند طبعا بتعرف اذا كان كل الكترون ساهم بكل ذره من ذرات السيليكون ساهمت بفالنس الكترون بحيث انها تعمل شيرنج بينها وبين النيبرنج اتوم بين الذره المجاوره. هلا لما نيجي نطلع على ذره السيليكون هذه حتى تقدر تشكل روابط تساهميه مع النيبرنج سيليكون اتومز شو بدها تعمل؟ بدها تيجي تعمل شيرنج على تعمل الاربع فالنس الكترونز اللي موجودين بالفالنس باند اخر شيء بدها تشكل هدول الفالنس فالنس الكترونز هدول بدهم تعمل عليهم شيرنج مع النيبرنج فالنس الكترونز للذرات الثانيه. واضح كيف؟ فبتلاحظ انه هذه ذره السيليكون اللي موجوده هون شايف كيف؟ هي ساهمت بالفالنس الكترون هذا مع الفالنس الكترون للذره المجاوره حتى تعمل الكوفلنت بوند. اوكي، هلا في ملاحظه ثانيه، ذرات السيليكون والجرمانيوم لما نيجي نطلع عليها بيكون توزيعهم منتظم جدا، اي انه تباعد الذرات عن بعض بيكون دائما متساوي. لما نيجي نشوف التركيبه الجزيئيه لذرات السيليكون زي ما احنا شايفينها هون، هذه التركيبة بسموها كريستالين، تركيبة منتظمة 100%. طبعا هذه الخاصية مش موجودة في العناصر الثانية. واضح كيف؟ الانترنسيك سيليكون لما ذكرنا حكينا انه هو عبارة عن بيوريفايد ستيت اوف السيليكون كريستالين، يعني بتكون عبارة عن سبيكة مصنوعة من السيليكون انعمل عليها كيميكال رياكشنز كثيرة بحيث انه كل بروسيس في الكيميكال رياكشن كان كفيل انه يخفف من عدد الامبيوريتيز او الشوائب لحد ما في الاخر بتيجي بتتعامل مع سبيكه كل اللي موجود فيها فقط ذرات سيليكون. احتمال وجود ذرات عناصر ثانيه بيكون ايه؟ صفر probability لها. الاكسترنسيك سيليكون اون ذا اذر هاند افكتفلي هي عباره عن عمليه تطعيم ذرات السيليكون بذرات محدده من عناصر ثانيه مثلا عنصر الجاليوم وعنصر الارسنيك حتى يكون شيء جديد زي مركب البي تايب ومركب الان تايب. واضح كيف؟ هلا بدنا نحكي هون عن تاثير درجه الحراره على الانترنسيك سيليكون. زي ما احنا شايفين هون اللي بصير انه في خاصيه موجوده في الانترنسيك سيليكون، هذه ذرات السيليكون مترابطه مع بعض بروابط تساهميه. واضح كيف؟ لما نيجي ناثر عليها بهاي تمبرتشر اللي بصير انه الفالنس الكترون اللي موجود بالفالنس باند لما ناثر عليه بدرجه حراره زي ما احنا شايفين هون، هذا الالكترون راح يكتسب طاقه بحيث انه ينتقل من الفالنس باند للكوندكشن باند، فبطل اسمه فالنس الكترون بصير اسمه عباره عن فري الكترون. هلا هاي العمليه زي ما احنا شايفينها هون درسناها سابق حكينا عنها اللقاء اللي فات، هذه بسموها الكترون بير جنريشن. واضح كيف؟ في المقابل في مرات بتصير كمان حاجه ثانيه، بروسس ثاني ايش بسموها؟ الكترون هول بير ريكومبينيشن. الريكومبينيشن عكس الجنريشن 100%، اي انه الفري الكترون اللي موجود بالكوندكشن باند بيرجع وين؟ بيرجع محله على الفالنس باند. فهيك التغى، يعني التغى الفري الكترون والتغى الهول عندنا. هذه العمليه هون الكترون هول بير ريكومبينيشن. هلا باستمرار دائما لما في اي عند اي لحظه زمنيه دائما بتلاقي تو بروسيسز موجودين، الكترون في عندنا الكترون هول بير جنريشن في المقابل في عندنا الكترون هول بير ريكومبينيشن. ونفس الشيء باستمرار دائما بتلاحظ انه في الانترنسيك سيليكون عدد الفري الكترونز بتساوي عدد الهولز. بديهي جدا لما تيجي تطلع هون على هذه الرسمه زي ما انت شايف، هلا مستحيل يتكون عندي هول الا اذا تشكل عندنا فري الكترون. فدائما وابدا لما تيجي تلاقي انه بتعد عدد الهولز وعدد الفري الكترونز دائما بيكونوا متساويات. واضح كيف؟ نفس الشيء في الانترنسيك سيليكون لما تيجي تطلع مثلا على هذا الانترنسيك سيليكون لانه في كم هول في عندنا؟ هي وحده اثنتين ثلاثه اربعه خمسه سته، قديش عدد الفري الكترونز؟ وحده اثنتين ثلاثه اربعه خمسه سته. واضح كيف؟ اوكي، هلا احنا اذا بدنا ننظم حركه الفري الكترونز هاي بحيث نخليها تتجه تندفع من اليمين لليسار او من اليسار لليمين، مع تاثير درجه الحراره بدنا نجيب اقطاب بطاريه. اقطاب البطاريه موضحه في الرسمه هاي هون، حطينا القطب السالب على جهه اليسار والقطب الموجب حطيناه على جهه اليمين. شو اللي راح يصير هون؟ راح يصير انه الالكترونات راح تبتعد عن
القطب السالب وتندفع باتجاه القطب الموجب، يعني راح يصير عليها شيء بيسموه ريبلشن واتراكشن فورس. ريبلشن قوه التنافر، واتراكشن هي قوه التجاذب. هلا اثناء حركه الالكترون من النقطه هاي للنقطه هاي بصير برضه عندنا تو بروسيسز اللي هم الالكترون هول بير جنريشن والالكترون هول بير ريكومبينيشن. واضح كيف؟ في ملاحظه مهمه كثير بدكم تعرفوها، موجوده في السيليكون فقط، في السيمي كوندكترز مش موجوده لا في الكوندكترز ولا موجوده في الانسوليترز، انه لما جينا عرفنا المفهوم الفيزيائي للتيار الكهربائي حكينا هو عباره عن انتقال او سيل عارم من الالكترونات بينتقل من نقطه لنقطه. هلا في داخل السيمي كوندكتر التيار الكهربائي مش بيتشكل فقط من تاثير الالكترونات، وانما في عندنا سكند تشارج كارير، يعني في عندنا تشارج كارير ثانيه تسمى الهول، مقابل انه الالكترون عم بنتقل بندفع يعني بيبتعد عن الفالنس باند بروح على الكوندكشن باند، ذكرنا انه دائما باستمرار بترك محله هول. واضح كيف؟ فهذا الهول صح انه ستيشنري، بس احنا بنقدر نتعامل معه بالمعادلات والتجارب الفيزيائيه، شافوا العلماء انه هو برضه كمان تشارج كارير بيتحرك بحركه معاكسه تماما لحركه الالكترون. حتى نفهمكم اياها يعني بشكل اوضح بدي ارسم لكم رسمه بسيطه. هلا افرض انه في عندنا 3 كونتينرز هون، ثلاث اوعيه. هذا الكونتينر مثلا كان في عندي هون وعاء، سوري كان فيها طابه، شايف كيف؟ هي هذه خرجت من هذا الوعاء. طيب في عندنا هون سكند بول، البول الثانيه خرجت من هذا الوعاء وراحت على الوعاء هذا، اوكي. وفي عندي كمان بول هون، كره خرجت من هذا الوعاء وراحت هون. واضح كيف؟ هلا حركه الكره هذه كيف بدها تكون عندنا؟ من اليمين لليسار. واضح كيف؟ يعني اول شيء شو صار عندنا؟ انتقلت هاي الكره، بعدين هاي الكره السكند ستيب انه هاي الكره اجت محلها، والمرحله الثالثه هذه الكره اجت محل في الوعاء هذه، مثلا هذا الوعاء الاول الثاني الثالث. واضح كيف؟ طيب في المقابل لما تيجي تطلع على الاوعيه هون، اوكي، بتشوف انه انو اول واحد فضي في الثلاث اوعيه، هذا اول واحد فضي. واضح كيف؟ بعدين هذا الثاني، بعدين هذا الثالث. هلا شو الملاحظ هون؟ انه البولز هاي حركتها من اليمين لليسار، اوكي، بس في المقابل حركه الاوعيه كيف صارت معنا؟ من اليسار لليمين. واضح. فنفس الشيء لما تيجي تطلع هون مثلا بتشوف انه ذرات السيليكون مترابطه مع بعض بالكوفلنت بون. طيب هلا هذا الالكترون شوف كيف الحركه اللي صارت تبعت الالكترونات، كيف الحركه عم جايه عندنا هون من اليسار لليمين، كانك شو اللي اثر عليها خلاها تندفع من اليسار لليمين؟ اقطاب البطاريه، يعني حطينا القطب الموجب هون وحطينا القطب السالب هون. واضح كيف؟ طيب شو اللي صار عندنا هون؟ اول شيء هذا الالكترون اللي كان موجود بالفالنس باند، اوكي، اللي كان اسمه فالنس الكترون، ابتعد عن الفالنس باند وانتقل على الكوندكشن باند. واضح كيف؟ عشان القطب الموجب. طيب هلا بصير انه الالكترون الثاني شوي صغير، اوكي، هذا الالكترون اللي كان قاعد هون الفالنس الكترون ابتعد عن القطب السالب واندفع باتجاه القطب الموجب، اي انه غادر الفالنس باند اللي موجوده هون وانتقل على الفالنس باند اللي موجوده هون. فعندنا اللي صاير انه هذا اول شيء تحرك، بعدين هاي هذا الالكترون، هذا الثالث، هاي الالكترون الرابع، الخامس، السادس، السابع، هذا السيكونس اللي صاير معنا في الالكترونات. كل الالكترونات هلا اندفعت من اي جهه لاي جهه؟ من جهه اليسار لجهه اليمين. بالمقابل لما تيجي تطلع على الهول، الفراغات اللي تركتها الالكترونات اثناء حركتها، بتشوف اول فراغ تشكل عندنا هذا الفراغ، بعدين اجى بعد الفراغ هذا الهول، هاي الهول، بعدين هاي، شايف كيف؟ فالملاحظ هون انه صح مقابل انه الالكترونات اندفعت من اليسار لليمين، في عندنا الهولز لما تشكلت بتشوف انه حركتها اجت معنا من اليمين لليسار. فعشان هيك دائما في داخل اي سيمي كوندكتر ديفايس، سواء كان ديود او ترانزستور او انتجريتد سيركت، لانه مصنوع من السيليكون او الجرمانيوم، النواقل او التشارج كاريرز في داخل هاي القطع الالكترونيه مش بتكون فقط الالكترونات، وانما بتكون تحت تاثير كمان شغله ثانيه كثير مهمه اللي هي الهولز. دائما وابدا في اي قطعه الكترونيه الالكترونز والهولز دائما بيمشوا باتجاهين متعاكسين، يعني اذا مشى الالكترون من اليسار لليمين الهول دائما بتكون بالعكس تماما. واضح كيف؟ فمستحيل يعني ولا باي حال من الاحوال
لا، الالكترون والهول ماشيين الاثنين بنفس الاتجاه، دائما بيمشوا بمسارين متعاكسين. واضح كيف؟ في ملاحظه ثالثه كثير مهمه بدنا نعرفها، انه حركه الشارج كارير سواء كانت الكترون او هول تحت تاثير اقطاب البطاريه، في له تعريف او مصطلح بيستخدموه بالانجليزي بسموه دريفت. الدريفت اللي هو انتقال، كنت تعرف لما نحكي كلمه دريفت هي عباره عن عمليه انتقال الشارج كارير سواء كان الكترون او هول، واضح، بس تحت تاثير اقطاب بطاريه. بالمقابل في مصطلح ثاني بسموه ديفيوجن. الديفيوجن هي حركه الشارج كارير سواء كانت هول او الكترون، بس ما بتكون تحت تاثير اقطاب بطاريه، وانما بتكون عباره عن حركه تلقائيه. واضح كيف؟ طيب خلينا نشوف السلايد. هون في عندنا بدنا نحكي عن الاكسترنزك سيليكون، عمليه التطعيم الدوبينج. الفكره انه في الاكسترنزك سيليكون بدنا حكينا ذرات السيليكون ما بتصير تضلها لحالها، لانه الكوندكتيفيتي صح، انه شايفين انه هون حركه الالكترونز مشت من جهه لجهه والهواء مشت على الجهه المقابله، واكيد هذا في النهايه راح يمر التيار الكهربائي، بس بتضل في عندنا ممانعه عاليه. شافوا العلماء انه في ضروره نطعم ذرات السيليكون مره بعنصر الجاليوم ومرة بعنصر الأرسنيك حتى نكون مركب جديد، إما بيكون هذا المركب اسمه N type أو بيكون مرة اسمه P type. واضح كيف؟ النقطة الثانية، السكند أدفانتج اللي حصلنا عليها، إنه لما نطعم ذرات السيليكون بعنصر الجاليوم أو عنصر الأرسنيك الكوندكتيفيتي بتتحسن، يعني بزيد قابلية المركب للتمرير في تمريره للتيار الكهربائي، وفي المقابل بتقلل الممانعة تبعته. هلا عملية الدوبينج بتعتمد على المعادلة الرياضية، المعادلة الكيميائية اللي موجودة هون، بتحكي انه كل 4 ذرات من الانترنزك سيليكون. طبعا شو مقصود كلمة انترنزك؟ بيوريفايد ستيت، يعني اللي بتعامل مع ذرات سيليكون ما بتحتوي ولا اي، يعني احتمال وجود ذرات عناصر ثانية صفر. واضح كيف؟ فقط كل اللي موجود عندنا هون ذرات سيليكون. بنجيب كل 4 ذرات من الانترنسيك سيليكون بنضيف عليهم ذره واحده من الدوبنس. الدوبنس اما بيكون الجاليوم او بيكون الارسنيك. هلا هذا بيكون مركب، عفوا هذا اليمنت عنصر وهذا عباره عن عنصر، في المقابل شو راح نحصل على ايش؟ على كومباوند مركب. اوكي، هذا المركب شو بنسميه؟ اكسترنسيك، جرت عليه عمليه الدوبينج او عمليه التطعيم. واضح كيف؟ طيب هلا الان تايب سيمي كوندكتر، تبع الان تايب سيمي كوندكتر من ايش بتشكل؟ هي زي ما احنا شايفين في الرسمه اللي موجوده هون، هذه الرسمه عباره عن مركب بيحتوي على 5 ذرات، 4 ذرات من الخمسه هذول عباره عن ذرات السيليكون. أربع ذرات من الخمسة هذول عبارة عن ذرات سيليكون، والذرة الخامسة هي عبارة عن ذرة الأرسنيك. واضح كيف؟ هاي المعادلة الكيميائية بتوضح لنا انه جبنا 4 اتومز اوف سيليكون مع 1 اتوم اوف الارسنيك، قديش المجموع بصير؟ 4 مع ذرة واحدة، المجموع بصير عندنا 5 5 اتومز. ال 5 اتومز هذول بشكله مركب الاكسترنزك سيليكون. واضح كيف؟ هاي السيليكون مع الارسنيك راح يشكل الان تايب. اوكي، طيب كيف العملية صارت؟ هلا الارسنيك هذا بيحتوي على 5 فالنس الكترونز، واضح؟ يعني بيحتوي على 5 الكترونات في المدار الاخير. اللي بيصير انه هذه الارسنيك مع ذرات السيليكون شو بتيجي بتقول؟ احنا بتقول انه بدنا نشكل هلا روابط تساهميه، كم رابطه تساهميه في عندي انا هون؟ 4 روابط تساهميه. هلا هذه ذره الارسنيك بتقول لـ4 ذرات السيليكون المجاورات لها، لما بدنا نيجي نشكل الروابط التساهميه الاربعه، كل واحدة فيكم بدها تساهم بفالنس الكترون. هلا مقابل انه كل واحدة ساهمت بفالنس الكترون، انا كمان بدي اساهم بـ4 فالنس الكترون من عندي. واضح كيف؟ فعندنا هي هذا الفالنس الكترون مع هذا الفالنس الكترون شكل كوفلنت البوند الاولى، والفالنس الكترون هاي مع هاي شكلت الكوفلنت بوند الثانيه، والفالنس الكترون هذا مع هذا شكلت الكوفلنت بوند الثالثه، والفالنس الكترون هذا مع هاي شكلت الكوفلنت بوند الرابعه. واضح كيف؟ هلا شو اللي بضل؟ بضل انه في عنده فري الكترون عفوا، بضل الارسنيك في عنده ذره واحده، الذره اللي عفوا بضل عنده الكترون واحد، لانه 4 تشكلوا الروابط التساهميه ظلت عنده واحده الكترون واحد، هذا الالكترون الوحيد في ذره الارسنيك ما بضل موجود في البالانس باند، وانما عشان طاقته عاليه
على حراره زي حراره الروم تمبريتشر، راح يقفز من الفالنس باند ويصير ايش؟ ويروح على الكوندكشن باند، يصير يتحول لفري الكترون. علشان هيك هذا الارسنيك، ذره الارسنيك بسموها يعني الدونر، دونر يعني هي بتتطوع، او يعني هي بتتطوع انها تتخلص من هذا الالكترون، بدل ما كان موجود في الفالنس باند بتصير موجود وين؟ في الكوندكشن باند. واضح كيف؟ هلا الشحن الكليه لهذا المركب اذا عشان هذا الفري الكترون اللي موجود هون بتصير عباره عن شحنه سالبه. فهون شافوا العلماء انه هذا المركب عشان شحنته صارت شحنه سالبه، راحوا سموه بكل بساطه ان تايب. ان من كلمه نيجاتيف، اي انه شحنه هذا المركب عشانها سالبه فسموه هون ان تايب. واضح كيف؟ طيب هلا في عنا عملية التفاعل الثانية. لما بدنا نيجي نشكل البي تايب شو سووا؟ قالوا انه بدنا نجيب هلا، صح زي ما شفنا قبل شوية، بدنا نجيب اربع ذرات سيليكون، بس هالمرة راح يتفاعلوا مع ايش؟ مع ذرة عنصر الجاليوم وليس الارسنيك. يعني بدنا نجيب هلا ذرة عنصر الجاليوم. اوكي، هلا بالجاليوم دائما ما بيحتوي على خمسة فالنس الكترونز، وانما على ايش بتحتوي؟ على ثلاثة فالنس الكترونز، ثلاث الكترونات في المدار الاخير. واضح كيف؟ فهذا هلا مبدئيا شو اللي بصير؟ الجاليوم بده يشكل مع ذرات السيليكون الروابط التساهمية بالامكانيات المتاحة له. بقول انه انا فقط موجود عندي، شوف كيف؟ الجاليوم هذا كم بيحتوي على كم فالنس الكترون في عنده؟ شوي صغيرة، في عنده فالنس الكترون هذه الاولى وهي الثانيه وهي الثالثه. واضح كيف؟ هلا هدول الجاليوم بيحكي لذرات السيليكون المجاورات له بدنا نشكل ثلاث روابط تساهميه، عشان هيك انا بدي اتطوع ثلاثه فالنس الكترونز من عندي، مقابل انه كل وحده، كل فالنس الكترون موجود في كل سيليكون اتوم لازم ايش؟ اخذها عشان اعمل منها كوفلنت بوند. واضح كيف؟ فلاحظ كيف هي في ان هذه الكوفلنت بوند الاولى تشكلت من اتحاد او الاتحاد الفالنس الكترون في الجاليوم مع الفالنس الكترون في السيليكون المجاور له، وفي عندنا هذه الكوفلنت السكند كوفلنت بوند تشكلت من اتحاد الفالنس الكترون اللي موجود في الجاليوم مع الفالنس الكترون للسيليكون، وهذه عباره عن الكوفلنت بوند الثالثه تشكلت من اتحاد الفالنس الكترون في الجاليوم مع الفالنس الكترون للسيليكون المجاور له. طيب هلا اللي بيصير انه اوكي الجاليوم هلا استنفذ كل ايش؟ الفالنس الكترونز اللي موجوده عنده. واضح كيف؟ اللي صاير انه هون هذا السيليكون ما راح يقدر يعمل كوفلنت بوند، رابطه تساهميه مع ذره الجاليوم. ليش؟ لانه الجاليوم هون ما في عنده فالنس الكترون اضافي حتى يقدر يشكل رابطه تساهميه رابعه. اوكي؟ طيب في شغله بتصير هلا في الجاليوم، الجاليوم هون عنده قابليه يكسب الكترون. اوكي، يعني عنده قابليه يكسب الكترون. كيف حكينا في الايونايزيشن في ذرات الجدول، ذرات عناصر الجدول الدوري، بتصير انه مرات ذرات عناصر الجدول الدوري ما بتكون في حاله الايكوليبريم ستيت، دائما بيكون مرات عدد البروتونز اكثر من عدد الالكترونز، عشان هيك بسموه بوزيتيف ايون، يعني بيفقد الكترون، الذره بتفقد الكترون زي ما شفنا قبل شويه في الارسنيك. ومرات بتصير انه زي عنصر الكلور، شفنا انه في قابليه يكسب الكترون. واضح كيف؟ فهيك بصير نيجاتيف ايون. نفس المفهوم تقدر تطبقه على الجاليوم. الجاليوم هون عنده قابليه يكسب الكترون، فشو بيعمل؟ بيجي بقول للالكترون اللي موجود في الفالنس الكترون اللي موجود في ذره السيليكون هون، تعال ايش؟ يعني بسحبه وين؟ بجيبه هون. فالجاليوم لما تيجي تطلع على المدار الاخير له، هذا النواه، اوكي، هذا عباره عن النيوكليس وهذا عباره عن الفالنس باند. اوكي، الجاليوم كم فالنس الكترون في موجود عنده؟ في عنده واحد اثنين ثلاثه. اوكي، اتفقنا انه الثلاثه فالنس الكترونز هذول شكلوا 3 كوفلنت بوندز مع 3 نيبرنج سيليكون اتومز. واضح؟ طيب هلا عنده قابليه هذا الجاليوم يسحب الكترون، هذا الالكترون من فين بيسحبه؟ من ذره سيليكون مجاوره. لما بسحبه من ذره سيليكون مجاوره وين بنتقل هذا؟ هي ستيب. اول شيء الالكترون بقفز من هذا المكان، يعني بتصير عمليه الكترون هول بير جنريشن. لما بيغادر ذره عفوا الالكترون لما بيغادر
ذرة السيليكون اوكي شو راح يترك محله؟ راح يترك محله هون. هلا ستيب رقم اثنين، هاي ذرة الالكترون هاي منتقل من الهول ورايح فين؟ رايح هون. لما بيجي هون بصير هذا الالكترون وين موجود؟ موجود بالفالنس باند. واضح كيف؟ فهيك صار عند الجاليوم، بعد ما كسب هذا الالكترون قدر يشكل الرابطه التساهميه الرابعه اللي هي ايش؟ سموها الفورث كوفلنت بوند. لما شكل الرابطه التساهميه الرابعه صارت الرسمه عندي اياها بهذا الشكل. بس ايش شو اللي صار عندنا؟ مقابل انه سحب هذا الالكترون اتولدت عندي هون هول، فصارت عشان الهول شحنتها شحنه موجبه، صارت الشحنه الكليه لهذا المركب عباره عن ايه؟ شحنه موجبه. فلانها موجبه يعني شو بسموها بالانجليزي؟ بوزيتيف. فاخذوا اول حرف البي فسموا هذا المركب بي تايب. واضح كيف؟ في حدا عنده سؤال او استفسار قبل ما اكمل على الحكي اللي حكيته بخصوص الان تايب والبي تايب؟ تقدروا تكتبوا لي، اللي مش قادر يحكي على السبيكر. طيب اوكي، هلا هون الكوندكشن اوف ان تايب سيمي كوندكتور، لما بتيجي بتتعامل هلا مع قطعه اكسترنزك سيليكون، حكينا الاكسترنزك سيليكون هي عباره عن ذرات السيليكون مطعمه بذرات عنصر ثاني، اما بكون الجاليوم او الارسنيك. واضح كيف؟ هلا في شكلين من اشكال الاكسترنزك، مرات مره بيكون اسمها ان تايب ومره بيكون عباره عن بي تايب. شو يعني الان تايب؟ عباره عن مركب بيحتوي على ذرات سيليكون مع ذره عنصر الارسنيك. الشحنه الكليه لهذا المركب شو بدها تكون؟ عباره عن شحنه سالبه. ليش؟ لانه زاد عندنا الكترون. لما بزيد عندي الكترون زي التركيب اللي موجود عندي هاي، هاي بسموها ان تايب سيمي كوندكتر. طعمنا فيها ذرات عنصر السيليكون مع ذرات عنصر الارسنيك حتى نولد ايش؟ نولد المركب جديد اسمه الان تايب. هذا المركب الجديد الشحنه الكليه تبعته راح تكون شحنه سالبه. طيب هلا اللي بصير في عندنا هون الماجوريتي تشارج كارير في الان تايب، في ماجوريتي وفي ماينوريتي. ماجوريتي معناها اغلبيه والماينوريتي معناها اقليه. واضح كيف؟ لما نيجي على الان تايب نطلع هذا الفري الكترون راح يعطي شحنه سالبه لكل المركب اللي موجود هون. فهذا الفري الكترون جيت رسمته بهذا الشكل، يعني حطيته عباره عن دائره لونها زرقاء. هذه بتمثل يعني هذا الفري الكترون موجود في مركب الان تايب. واضح كيف؟ مع وجود الفري الكترون في مركب الان تايب برضه بتلاقي انه في الان تايب في عندنا ماينوريتي، اقليه من التشارج كارير. بس ايش هي الاقليه اللي عندي اياها هون لو بتطلع عليها؟ هي عباره عن الهول. واضح كيف؟ طيب اذا جيت على هذا المركب الان تايب وحطيته تحت تاثير اقطاب بطاريه، بحيث انه كان القطب الموجب على جهه اليسار والقطب السالب على جهه اليمين، ايش اللي راح يصير عندنا هون؟ راح يخلي الالكترونات تندفع من جهه اليسار، تبتعد عن القطب السالب وتندفع باتجاه القطب الموجب، اي انها راح تتحرك من جهه اليمين لجهه اليسار. في المقابل الماينوريتي تشارج كاريرز اللي هي عباره عن الهولز راح تبتعد عن القطب الموجب لانه اوريدي شحنتها موجبه، وتندفع باتجاه القطب السالب. واضح كيف؟ هلا لما نيجي على المركب الثاني اللي اسمه البي تايب، حكينا انه في البي تايب شو بتشكل عندنا؟ بزيد عندنا شيء بسموه الهول. الهول هذه شحنتها موجبه، عشان هيك راح تعطي شحنه كليه عباره عن ايش؟ شحنه موجبه للمركب البي تايب. واضح كيف؟ هلا في السبيكه تبعت البي تايب بعد ما اجرينا عمليه التطعيم، يعني حطينا احنا شو سوينا لما جينا كونا البي تايب؟ زي ما حكينا قبل شويه، جبت ذرات عنصر السيليكون مع ذرات عنصر الجاليوم، اوكي؟ لما سوينا عم التفاعل، اوكي؟ شكلنا هون هولز. الهول دائما شحنتها موجبه، بس مع التفاعل هذا في راح يتكون عندنا برضه ماينوريتي تشارج كارير. هلا شو الماجوريتي شو الماينوريتي هون؟ الماجوريتي الاغلبيه هي عباره عن الهول اللي هي الدويره هاي لونها حمراء، اوكي؟ والماينوريتي هي عباره عن الالكترون اللي هي الدويره لونها زرقاء. لو بتكون هذه البي تايب تحت تاثير اقطاب بطاريه، حطينا القطب الموجب على جهه اليسار والقطب السالب على جهه اليمين، اللي راح يصير عندنا هون انه الهولز راح تندفع تبتعد عن القطب الموجب وتندفع باتجاه القطب السالب، بينما الفري الكترونز هاي راح تكون حركتها معاكسه تماما. يعني دائما ابدا لما تيجي تطلع على اي سيمي كوندكتر ديفايس تشوف الانترنال ستراكشر له، دائما بتلاحظ انه الهولز
إذا تحركت في جهة الإلكترونز دائما بتتحرك في الجهة الثانية، مستحيل تلاقيهم الاثنين يتحركوا بنفس الاتجاه. واضح كيف؟ هذا كل شيء بيتعلق بالان تايب والبي تايب سيمي كوندكتر. هلا بدنا نحكي اليوم عن نفوت بموضوع جديد مهم كثير اسمه البي ان جنكشن. كلمه بي ان جنكشن او سيمي كوندكتر ديود مرادفات لبعض، يعني وجهين لعمله واحده. واضح كيف؟ اول سيمي كوندكتر ديفايس صنع لما من ممكن تصنعه من 1 بي تايب و1 ان تايب هو عباره عن السيمي كوندكتر دايود او اللي بسموه البي ان جنكشن. شو اللي بصير عندنا؟ اول شيء بنجيب قطعتين سبيكتين، واحده تو سبستريت يعني واحده ان تايب والثانيه عباره عن البي تايب. بالان تايب الكل فيكم بيعرف انه الميجوريتي تشارج، هلا في كلمه مستخدمه تشارج كارير، التشارج كارير هي عباره عن النواقل بتكون هولز والكترونز. بس انت في لما تيجي تحكي هولز والكترونز مستحيل الاثنين يكونوا هذول ميجوريتي في نفس القطعه، واحده بتكون ميجوريتي والثانيه بتكون ماينوريتي. واضح كيف؟ الماجوريتي في الان تايب هي عباره عن الالكترونات، والماينوريتي الاقليه شو هي؟ الهولز. واضح كيف؟ بينما لما نيجي نطلع على البي تايب ايش الماجوريتي هون؟ عباره عن الهولز اللي شحنتها شحنه موجبه بتكون، وفي المقابل الماينوريتي عباره عن الالكترونز. واضح كيف؟ هلا جبنا التو سبستريت كانوا شوي بعاد عن بعض، عند الفتره الزمنيه عند تي بتساوي صفر لصقناهم يعني خليناهم ايش؟ ربطناهم التنتين مع بعض، او عملنا ايش بسموه فيوجن، يعني فيوزد الان تايب صارت فيوزد مع البي تايب في المنطقه اللي موجوده هون. واضح كيف؟ هذه المنطقه اللي فاصله بين الان تايب والبي تايب، هذه المنطقه الحدوديه الفاصله بينهم التنتين بسموها منطقه الجنكشن. واضح كيف؟ هلا اللي راح يصير عندنا راح يصير في شيء بسموه ديفيوجن. كيف يعني الديفيوجن؟ هو عباره عن مايجريشن للتشارج كارير بشكل تلقائي، حركه الكترونات راح تصير بشكل تلقائي، بس طبعا هذا ما بصير عند الزمن صفر، وانما بصير عند فتره زمنيه اكثر من الصفر بشويه، يعني خلينا نحكي لما يصير الزمن مثلا نص سكند راح نلاحظ شيء هون كثير مهم، طلعوا انتبهوا علي، خلينا نفرجيكم شو اللي راح يصير بالضبط. هلا هذا الفري الكترون تشكل من ايش؟ لما حكينا قبل شوي، عباره عن ايش هو؟ عباره عن ذره الارسنيك، اوكي، جاي متحده مع اربع ذرات من ذرات السيليكون. واضح كيف؟ هذه ذره سيليكون وهذه ذره سيليكون. واضح كيف؟ وهي عباره عن ذره سيليكون وهي ذره سيليكون. طيب الارسنيك حكينا كم فالنس الكترون موجود فيه؟ خمسه فالنس الكترون. طيب هلا بتلاقي انه في الخمسه هذول بتلاحظ انه الارسنيك راح يستخدم اربعه من الفالنس الكترونز هذول حتى يشكل روابط تساهميه مع ذرات عنصر السيليكون. واضح كيف؟ فكم رابطه تساهميه تشكلت عندنا؟ حكينا اربع روابط تساهميه، هي الواحد الثاني، هي الثالث، هي الرابطه التساهميه الرابعه. هلا في عندنا فالنس الكترون الخامس مش راح يضل موجود في البالانس باند حكينا في الارسنيك، وانما راح يغادر مداره وينتقل وين؟ على الكوندكشن باند. ليش؟ لانه طاقته هذا الالكترون طاقته عاليه، فايش بصير؟ بتحول من فالانس الكترون بتحول بصير ايش؟ فري الكترون. واضح كيف؟ هلا الفري الكترون اللي موجود هون شايف كيف؟ راح لما يشوف حاله قريب كثير من الهول اللي موجوده هون راح يعمل شيء بسموه الكترون هول بير ريكومبينيشن. شو يعني؟ هذا الفري الكترون راح ينتقل من هذا المركب، اوكي، ويروح على المركب الهول تبعت المركب الثاني. نفس الشيء هذا الفري الكترون اللي موجود راح ينتقل من هذا المركب وينتقل على ايش؟ على الهول في المركب المجاور له. نفس الشيء. فاللي بيصير انه هذا المركب دائما زيه زي ايش؟ زي الذره، لما تفقد الكترون شو بصير شحنه الذره؟ شحنه موجبه بوزيتيف ايون. طيب لما الذره تكسب الكترون شو بصير؟ نيجاتيف ايون. نفس الشيء المركب هذا لما بفقد الكترون بصير عباره عن بوزيتيف ايون، يعني هذول الاربعه راح يتحولوا لبوزيتيف ايون، وهذول الاربع مركبات اللي موجوده هون راح يتحولوا لايش؟ لنيجاتيف ايون. ليش نيجاتيف ايون؟ لانهم كسبوا الكترون. هذه عملية الديفيوجن اللي راح تصير من تأثير وجود ايش؟ الان تايب والبي تايب بشكل مجاورات لبعض. طبعا هي زي ما احنا شايفين هون، هذه صارت عند فترة زمنية أكثر من الصفر، هذه العملية الديفيوجن هون صارت بشكل تلقائي. شوف كيف؟ البوزيتيف المنطقة راح تشكلت عندنا منطقة ثالثة، المنطقة الثالثة اللي تشكلت عندنا بسموها الدبليشن ريجن. شو يعني الدبليشن ريجن؟ لما بتطلع فيها ما بتلاقي
فيها ولا أي نوع من أنواع التشارج كاريرز، كل اللي موجود فيها فقط بوزيتيف أيونز ونيجاتيف أيونز. بس مهم جدا تعرف إنه البوزيتيف أيونز والنيجاتيف أيونز ار ايكوالي ذا سيم. يعني إذا في عندي زي ما احنا شايفين هون 8 بوزيتيف أيونز، في المقابل راح يكون عندنا 8 نيجاتيف أيونز. واضح كيف؟ طيب اوكي، هذا عبارة عن البي ان جنكشن. شايف كيف البي ان جنكشن دائما بتحتوي على ثلاث مناطق، المنطقة الأولى هي عبارة عن الان تايب، المنطقة الثانية هي عبارة عن البي تايب، والمنطقة الثالثة هي عبارة عن الديبليشن ريجن. الرسم اللي الموجودة هون بتوضح لنا انتقال، يعني هذا عبارة عن الان تايب وهي عبارة عن البي تايب. هلا في عندنا هون فري الكترون وفي عندي هون هول. هذا الفري الكترون راح يسوي يعمل عمليه الكترون هول بير ريكومبينيشن، راح يغادر محله، يصير هذا المركب اللي موجود هون لما يفقد هذا الالكترون يصير عباره عن بوزيتيف ايون زي ما احنا شايفين هون. واضح كيف؟ هذا الالكترون لما بيغادر محله وين بروح؟ على الهول اللي موجود فين؟ في مركب البي تايب. واضح؟ فصارت العملية هون الكترون هول بير ريكومبينيشن، لما هذا المركب بعيد وبحكي فقد الكترون صارت بوزيتيف ايون، ولما هذا المركب كسب الكترون صار عبارة عن نيجاتيف ايون. فهيك تشكلت الريجن الثالثة اللي بسموها ديبليشن ريجن. طبعا الديبليشن ريجن هذه عبارة عن قناة توصيل تقدر تمرر التشارج كارير، بس ما في نفس الوقت ما تحتوي على تشارج كارير. يعني تقدر تمرر التشارج كارير اللي موجود هون من الان تايب للبي تايب تحت تاثير، طبعا راح يكون اقطاب بطاريه هلا راح نحكي عنها، بس في لما تيجي تطلع عليه يعني بس انا يعني بده يكون تمرير، بقدر يمرر التمرير من المنطقه هاي للمنطقه هاي، بس في نفس الوقت ما بيحتوي على اي شكل من اشكال التشارج كارير، بيحتوي فقط بعيد وبحكي على equal numbers of positive و negative ions. مفهوم كيف؟ خلينا نشوف في ملاحظات مكتوبه هون خلينا نقراها قبل ما نروح على السلايد اللي بعدها. حكين انه البي ان جنكشن ار اليمنتري بيلدينج بلوك، يعني البي ان جنكشن هي عباره عن ابسط تركيبه لما بدك تستخدمها في تصنيع اول سيمي كوندكتر ديفايس اللي هو عباره عن السيمي كوندكتر دايود. اف ذا بي تايب ماتيريال از جويند او فيوزد وذ ان تايب ماتيريال، يعني لما بجيب الان تايب والبي تايب بعملهم فيوجن زي حسب الشكل اللي موجود عندي هون، انت هيك شكلت اول نوع من انواع السيمي كوندكتر ديفايس واللي هو عباره عن البي ان جنكشن. البي ان جنكشن فورمد ات ذا باوندري، هلا بتتشكل عندنا البي ان جنكشن في المنطقه الحدوديه الفاصله بين الان تايب والبي تايب. اوكي، فري الكترونز بيحكي هون في الان تايب ريجن ديفيوزز. شو يعني ديفيوزز؟ بصير عمليه ديفيوجن عليها، راح تتحرك حركه تلقائيه من منطقه الان تايب وتروح على منطقه جديده اسمها منطقه البي تايب. عشان هيك راح تتشكل عندنا هون يعني at this instant هون راح تتشكل منطقة ثالثة تسمى depletion region زي ما حكيت قبل شوي. at this instant an electron hole pair recombination، يعني العملية اللي صارت هون لو جينا سألنا أي حدا منكم سؤال شو بسموها electron hole pair generation ولا recombination، أكيد راح يكون اسمها recombination. مفهوم كيف؟ هذا ال n type molecule، طبعا هذا molecule أو خلينا نسميه كومباوند مركب، التركيبه الجزيئيه له لما تفقد الكترون بتصير عباره عن بوزيتيف ايون، والبي تايب مولكيول لما بيكسب الكترون بتصير عباره عن نيجاتيف ايون. واضح كيف؟ هلا هون بيجي بعرف الديفيوجن زي ما حكينا عنها قبل شويه، حسب الديفينيشن تبعها بيحكي ريبريزنت مايجريشن اوف فري الكترونز فروم ذا ان تايب ريجن توورز ذا هولز ان ذا بي تايب ريجن. الديفيوجن اوكرز وذاوت اني اكسترنال بوتنشال ديفرنس، بدون ما تكون تحت تاثير اقطاب بطاريه، الديفيوجن بصير بشكل تلقائي. واضح كيف؟ بدنا نتكلم هلا هذه البي ان جنكشن لما اجوا العلماء صنعوها بدهم يشوفوا كيف راح يكون ادائها في دائره كهربائيه بسيطه كثير، فهيك بدهم يعملوا عليها شيء بسموه بايسنج. شو يعني بايسنج؟ بدي اجي احط البي ان جنكشن في الدائره الكهربائيه، يعني اشغلها اربطها مع بطاريه، ويكون في عندنا كمان بالاضافه للبطاريه مقاومه، ثلاث عناصر راح يكون عندنا زي ما احنا شايفين هون. هذه دائره بايسنج للدايود. واضح؟ في عندنا بدك تحط تجيب الدايود او البي ان جنكشن نفس المعنى، تحطه مع بطاريه ومقاومه زي ما احنا شايفين هون، يعني هاي او هاي اثنتين مرادفات لبعض. يعني ليش؟ لانه الرسمه هذه الرمز الكهربائي للبي ان جنكشن هو عباره عن السهم اللي هو بشكل الالكتريكال سيمبل للدايود. واضح كيف؟ طيب في وضعيتين تشغيل للدايود هاي،
في وضعية تشغيل في انحياز في حالة الانحياز الأمامي، وفي عندنا وضعية تشغيل في حالة الانحياز العكسي. لما بدي أجي مثلا هون بدك تحط الدايد في دائرة كهربائية، مهم جدا تركب مع الان تايب والبي تايب على الأطراف، تركب الكترودز. هذه الالكترودز بتكون مصنوعة من عنصر زي النحاس أو الألمنيوم حتى تقدر حتى تكون الأطراف. هلا البي ان جنكشن كم طرف فيه له؟ زي ما احنا شايفين هون فيه له طرفين، واضح، حتى تقدر توصله مع الاكسترنال وورد او في الدائره، او توصله خارجيا مع الدائره الكهربائيه. طبعا هدول الالكترود زي ما بطلع عليهم، واحد اسمها كاثود والثاني يسموها انود. بتسال الطالب، طب قول مثلا يا استاذي انا لما درست الدوائر الكهربائيه سابقا، لما جينا درسنا المقاومه، المقاومه برضو لها طرفين، بس ما كان واحد اسمها كاثود والثاني اسمها انود. هلا ليش مثلا في المقاومه لها طبعا لها طرفين بس ما في لها تسميه تبعت الكاثود والانود، بينما في الديود هلا بتيجي بتقول لي انه وحده اسمها كاثود اللي هي مهبط، والانود اللي هو عباره عن المصعد. ليش هذا الحكي؟ ليش يعني هيك؟ ليش موجوده في الديود هذه التسميه ومش موجوده في المقاومه؟ السبب بسيط كثير. لما تيجي تشوف انت المقاومه، هاي رسمه المقاومه، في لها طرفين، واضح كيف؟ الطرفين هذول بتشوف انه لو مررت التيار، يعني لو حطيت هذه المقاومه في مع بطاريه، وصلت مع بطاريه بهذا الشكل، مش مقاومة. استنى مش عارف عشان برسم بالماوس، جبنا هاي المقاومه هون، اوكي، حطيناها مع بطاريه بهذا الشكل، اوكي. هلا كيف اتجاه اندفاع التيار هون في الدائره هاي؟ اكيد راح يكون باتجاه عقارب الساعه، اوكي. هلا التيار لما بندفع باتجاه عقارب الساعه، كيف حركة التيار هذه؟ خلينا نسميها حركتها هيك باتجاه عقارب الساعة، بنسمي هذا التيار اي واحد. لو تيجي تعكس البطارية هلا، اوكي، حطيت القطب الموجب لتحت والسالب لفوق، كيف الحركة حركة التيار راح تكون؟ راح تكون عكس عقارب الساعة. طيب هذا التيار بنسميه اي 2، هل يا ترى هدول التيارين راح يكونوا نفس الشيء ولا بيختلفوا عن بعض؟ اكيد نفس الشيء، واضح. سواء مش يعني مر التيار في المقاومة من جهة اليسار لليمين أو من اليمين لليسار، استمرار التيار راح يضل نفس الإشي في المقاومة، عشان هيك آي واحد هون راح يضلها تساوي آي اثنين. فكونه إنه التيارين ضلهم نفس المقدار بس الاتجاهين اختلفوا، الاتجاه اختلف، ما في داعي تيجي تسمي الأطراف تبعت المقاومة كاثود وأنود. بينما في الديود، لو جينا على دائرة، لو حطينا الدايود في دائرة كهربائية بسيطة، أبسط دائرة، يعني أبسط دائرة كهربائية بدك تحط فيها الدايود بتتكون من 3 عناصر، عندي المقاومة وعندي الدايود مع البطارية. هلا جيت حطيت الدايود بهذا الشكل، التيار الكهربائي كيف راح يعدي؟ راح يمشي باتجاه عقارب الساعة. هذا التيار اللي مندفع من هذا الطرف لهذا الطرف بنسميه اي فورورد، واضح كيف؟ لو واحد فيكم هلا عكس الاقطاب تبعت البطاريه، اوكي، حطيت القطب الموجب لتحت والسالب لفوق، راح يمشي تيار قيمته قليله كثير، بنسميه ايش في الحاله هاي؟ اي ريفرس. هلا الملاحظ هون في الديود انه الديود بمرر التيار باتجاه واحد، ما بمرره بالاتجاه الثاني، فاللي بتشوفه انه الفورورد كرنت، يعني راح يكون في عندنا قيمه للاي اف يمكن راح تساوي 10 ملي امبير، واضح كيف؟ هذا التيار في حالة الانحياز الأمامي، والآي آر هي عبارة عن التيار في حالة الانحياز العكسي، تقريبا خلينا نقول بيكون 10 ضرب 10 قوة سالب 12 أمبير، يعني تيار جدا قليل. هلا التيارين هذول متساويات ولا اختلفوا عن بعض؟ أكيد اختلفوا عن بعض. عشان التيارين اختلفوا عن بعض، قالوا العلماء إنه في ضرورة، أوكي، نسمي الاطراف او البولاريتيز تبعت الدايود واحد انود وواحد كاثود، لانه انت مش ما في عندك حريه كامله تيجي تحط الاقطاب زي ما بدك، زي ما شفنا في المقاومه، وتقول انه في النهايه التيار راح يضل نفس الشيء. لا، التيار اذا مشى من الانود للكاثود راح يكون قيمته مختلفه تماما عما يمشي من الكاثود للانود، واضح كيف؟ عشان هيك التسميه كانت انه واحد بالطرف تبع البي تايب بدنا نسميه انود، والطرف اللي موجود على الان تايب زي ما انتم شايفين هون بدنا نسميه الكاثود، واضح كيف؟ طيب هلا احنا الاستراكشر اللي موجود هون ما في يعني ضروره انه كل مره نرسمه اذا بدنا نتعامل مع البي ان جنكشن
نحطه في دائرة كهربائية، شافوا العلماء أنه في ضرورة نستخدم نحط الكتريكال سيمبل، رمز كهربائي للبي ان جنكشن. الرمز الكهربائي للبي ان جنكشن زي ما احنا شايفين هون بهذا الشكل، عبارة عن سهم. هذا السهم عشان يفرجيك طبعا مع الفلات سايد اللي موجود هون، عشان اوضح لك انه التيار بيمشي باتجاه واحد ما بيمشي بالاتجاه الثاني. واضح كيف؟ هلا الطرف الفلات اوكي، هذا الفلات سايد، سوري الفلات سايد هذا وين جاي؟ على جهة الانود. اوكي، هذا الطرف اللي هو طرف الانود، ايوه واضح كيف؟ يعني البي تايب على اي جهة؟ جاي على جهة الانود، واضح؟ وطرف الكاثود جاي على الرأس تبع السهم، على رأس السهم دائما كاثود. تصيرش يعني اشوف واحد فيكم يعني لما يعني يجي يرسم مثلا الرمز الكهربائي للدايود في الدائرة في سؤال في الامتحان او وات ايفر، يجي مثلا يرسمه هيك ويقول لي هذا الكاثود، يقول لي هذا الانود وهذا الكاثود، هذا حكي ما بزبط. الانود دائما بيجي على الفلات سايد، الفلات سايد هذا اللي طرف الفلات، ورأس السهم وين بكون؟ على الكاثود دائما. واضح كيف؟ هذا الرمز الكهربائي للدايود. هلا بدنا نيجي ناخذ البي ان جنكشن هاي ونحطها في دائرتين. دائره كهربائيه بسيطه كثير، تتكون فقط زي ما احنا شايفين في السلايد اللي بعده هون، تتكون فقط من مقاومه وبطاريه. يعني لو واحد فيكم مثلا قال لا بدنا نبسط الدائره اكثر واكثر، بس بدي احط دايود مع بطاريه بدون المقاومه، راح تنحرق مع راح ينحرق معك الدايود على طول. ضروره ضروري جدا لما بدك تحط الدايود في دائره كهربائيه يكون في عندنا كرنت ليميتنج ريزيستر، هذا بيحدد التيار حتى ما يخلي الدايود ينحرق معنا. واضح كيف؟ هذه الدائره بسموها دائره فورورد بايس، يعني راح تشغل الدايود في حاله الانحياز الامامي. كيف بدك تسويها؟ اول شيء بتتكون من ثلاث عناصر، العنصر الاول اللي هو عباره عن البطاريه، العنصر الثاني الدايود، هي الرمز الكهربائي له محدد عليه الانود والكاثود، والعنصر الثالث عباره عن المقاومه. لما تيجي انت مثلا تغطي هذا الدايود بتشوف كيف يعني كيف يعني مثلا هلا خلينا نفترض انه الدايود مش موجود عندنا، كيف التيار بحب يمر في الدائره؟ اكيد راح تكون حركه التيار باتجاه عقارب الساعه. هذا التيار شو بنسميه؟ اي فورورد. اوكي، هلا بنحكي لكم ليش سميناه اي فورورد. هلا هذا التيار اللي بده يمشي في الدائره، طب شو اللي حدد اتجاه اندفاع التيار عندي؟ ليش تحدد انه صار باتجاه عقارب الساعه؟ اغطاب البطاريه، صح ولا لا؟ احنا دائما بنعرف انه التيار الكهربائي بيمشي خارجيا على اقطاب البطاريه من القطب الموجب اوكي للقطب السالب، حركه التيار. طيب هل يا ترى هل هذا التيار المندفع باتجاه عقارب الساعه موافق لاتجاه سهم الدايود ولا جاي عكسه؟ اكيد هذا التيار موافق لاتجاه سهم الدايود، علشان هيك هذا التيار بيكون اسمه تيار فورورد. يعني انت افكتفلي هون شغلت انت هون الدايود في حاله الانحياز الامامي. واضح كيف؟ اوكي، شو اللي بيصير في داخل الدايود هذا حتى يشتغل في وضعيه الانحياز الامامي؟ طلع كيف؟ هلا جينا رسمنا احنا الانترنال ستراكشر للدايود، حكينا انه التركيبه الداخليه للدايود تحتوي برضه على ثلاث اشياء، بي تايب وان تايب، والمنطقه الثالثه هي عباره عن الديبليشن ريجن. واضح كيف؟ طيب اقطاب البطاريه وين القطب الموجب جاي؟ على الانود ولا على الكاثود؟ هي زي ما انت شايف الانود جاي عليه قطب موجب، هي القطب الموجب تبع البطاريه، والكاثود جاي عليه القطب السالب. واضح كيف؟ طيب هلا شو اللي راح يصير؟ الشارج كاريرز هاي النواقل اللي موجوده في البي تايب والان تايب راح تتفاعل مع اقطاب البطاريه بشيء بسموه ريبلشن اتراكشن فورس، يعني راح شيء جزء منها يبتعد عن القطب الموجب وشيء راح ينجذب. اول شيء لما نيجي نطلع على الهولز، الهول اللي اول خلينا ناخذ اول شيء الالكترون اللي موجود هون، هذا الالكترون شاف انه في عنده مجال او عنده القابليه ينتقل من يبتعد عن القطب السالب، لانه هذا القطب السالب قريب عليه، ويندفع باتجاه القطب الموجب، بده يتحرك هون، بس مواجهته مشكله. ايش المشكله اللي مواجهه هاي الالكترون؟ انه في قدامه منطقه حاجز، هذا الحاجز او المنطقه العازله هاي بسموها الديبليشن ريجن، حتى يقدر الالكترون ينتقل من هون ويروح على يعني ينتقل من الان تايب ويروح على البي تايب، بده يقفز فوق هذا الحاجز الترنش مثلا. اوكي، فحتى تخليه ينتقل يمر من خلال الديبليشن ريجن، اوكي ينتقل من الان تايب للبي تايب، بدك تعطيه طاقه كافيه. الطاقه هذه اللي بدنا نعطيها للتشارج كارير اللي هو عباره عن الالكترون بتكون على شكل ايش؟ جهد للبطاريه. واضح كيف؟ اللي في عندنا
اوكي، خلي هذه نقطة على جهة. في نقطة ثانية بدي أحكيها، إنه دائما الأقطاب طبعا البوزيتيف والنيجاتيف أيونز، المنطقة العازلة هاي إيش بتحتوي؟ فقط على equal numbers of positive and negative ions. يعني إذا في عندي positive أربعة positive ions، في المقابل بيكون عندنا أربعة negative ions. هلأ البوزيتيف والنيجاتيف أيونز دائما راح يكونوا إيش بسموه electric field. الالكتريك فيلد هذا له جهد. هلأ الجهد تبع الالكتريك فيلد قديش بيساوي تقريبا في السيليكون دايود؟ بيساوي تقريبا 7 بالعشرة فولت. واضح كيف؟ هذا عبارة عن إيه؟ بيكون بسموه البارير بوتنشال، اوكي، الممانعه على شكل جهد. هلا هذا الالكترون، اوكي، بده ينتقل، بده شو حكينا؟ عشان الاقطاب اللي موجوده على اطراف الدايود، القطب السالب هون والقطب الموجب هون، بده يبتعد عن القطب السالب، بده يدفع باتجاه القطب الموجب. بس مواجهته مشكله. ايش المشكله اللي مواجهته؟ انه في قدامه حاجز، بده ايش؟ بده يتخطى هذا الحاجز تبع البارير بوتنشال. فبدنا نعطيه طاقه كافيه حتى يتخطى هذا الحاجز. كيف هذه الطاقه بتكون؟ بتكون على شكل جهد. اذا انت حتى تقدر تعطي هذا الالكترون طاقه، بتخلي انت هون جهد البطاريه، اوكي، اكثر من جهد البارير بوتنشال هذا الاي جي. يعني مثلا باجي بحط جهد البطاريه 2 فولت فلنفرض، اوكي، والالكتريك بوتنشال قيمتها 7 ل 10 فولت، هني اكثر. هلا ال 2 فولت اكثر من 7 بالعشرة فولت. واضح كيف؟ فانت هيك شو سويت؟ اعطيت طاقه، يعني توفر عندي شرطين اساسيات حتى يقدر الالكترون ينتقل من منطقه الان تايب لمنطقه البي تايب. الشرط الاول انه الطاقه اعطيته اول شيء طاقه كافيه من خلال انه كان جهد البطاريه اعلى من جهد البارير بوتنشال، هي 2 فولت اكثر من 7 بالعشره. والشغله الثانيه اللي توفرت كمان ان القطب السالب كان موجود على طرف الكاثود، والقطب الموجب موجود على طرف الانود. شو راح يصير في هذا الالكترون؟ مثال ومثال كل الالكترونات اللي موجوده في الان تايب، راح يندفع من منطقه الان تايب ويروح على البي تايب، راح يقدر ينتقل او يعني يقدر يعمل ايش؟ اوفر كم على الحاجز تبع البارير بوتنشال. هلا في المقابل الهول بيصير عليه نفس الشيء. الهول برضه حتى يقدر ينتقل من البي تايب للان تايب في داخل الدايود، شو بده يعمل؟ بده يبتعد عن القطب الموجب، اوكي، ويندفع باتجاه القطب السالب. بس هذا الهول في شرط ثاني لازم يتوفر عنده كمان حتى يقدر ينتقل من البي تايب للان تايب. شو هو الشرط الثاني؟ انه لازم تكون الطاقه اللي موفر له اياها من خلال جهد البطاريه اعلى من جهد البارير بوتنشال اللي تشكل من الالكتريك فيلد. واضح كيف؟ فهون بصير انه الهولز هلا كلها اللي موجوده في البي تايب راح تندفع باتجاه الان تايب. واضح كيف؟ يعني الهولز كل هيك راح تتحرك الهولز، اوكي، والالكترونز راح تندفع من منطقه الان تايب لمنطقه البي تايب. اوكي، هلا العمليه او المايجريشن للتشارج كاريرز هون اللي هم الهولز والالكترونز، هل بتسمى هون دريفت ولا ديفيوجن؟ اكيد راح تسمى دريفت. ليش سميناها دريفت؟ لانها كانت تحت تاثير اقطاب البطاريه. واضح كيف؟ طبعا هذه الحركه، هلا التيار اللي مر في الدايود هذا هون، هل يا ترى لو جينا سالنا واحد منكم سؤال، هل هذا التيار هو تحت تاثير، يعني تشكل من تيار الالكترون، ولا تشكل من تيار الهول، ولا تشكل من تيار الالكترون مع الهول؟ حكينا انه دائما النواقل في داخل اي سيمي كوندكتر ديفايس، سواء كان دايود او ترانزستور او انتجريتد سيركت، بيكون تحت تاثير ايش؟ الالكترونز والهولز. يعني اللي شكل التيار الفورورد كرنت واللي مر من خلال الدايود من طرف الانود لطرف الكاثود، كان يعني يعزى فضله من تشكل من تيار الاميتر، عفوا، من تيار الالكترونات والهولز. الهولز والالكترونز ساهموا في تشكيل الفورورد كرنت اللي مر خلال الدايود في حاله الانحياز الامامي. واضح كيف؟ طيب تعال نشوف هلا تشغيل الدايود في وضعيه ثانيه، وضعيه الانحياز العكسي.
خلينا نقرأ الملاحظات اللي بتخص الفورورد بايس مود قبل ما ننتقل على الريفرس بايس مود، أنا كثير كثير مهمة. هلا the following conditions must be met satisfied، يعني لا في شرطين مهمات، أي شرط مكتوب مكتوبة هون الشروط هذه حتى تقدر تشغل الدايت في وضعية انحياز أمامي. حكينا إنه الشرط الأول لازم تجيب الدائرة الكهربائية البسيطة هاي والمكونة من 3 عناصر اللي هي البطارية والدايود والمقاومة. الشرط الثاني طلع كيف، اخطاب البطاريه لازم تحطها بوضعيه بحيث انه يكون طرف الانود يكون قطبيته موجبه، واضح كيف، وطرف الكاثود جاي بشكل غير مباشر مع القطب السالب، واضح بهذا الشكل يعني بتحط الدائره. اوكي، هلا الشرط الثالث ايش هو؟ لازم يكون جهد البطاريه اعلى من جهد البارير بوتنشال اللي موجود بين البي تايب والان تايب. يعني اذا البارير بوتنشال في السيليكون دايود كان قيمته 7 بالعشرة فولت، أي جهد أعلى من 7 بالعشرة فولت أنت هيك حققت الشرط الثالث. فلما الشروط الثلاثة هاي تتحقق عندي، أوكي، راح يقدر يمر تيار من خلال الدايود، هذا التيار بنسميه فورورد كرنت. ليش؟ لأنه اشتغل الدايود في حالة الانحياز الأمامي أو اللي بسموها فورورد بايس مود. واضح كيف؟ واضح كيف؟ طيب هلا بيحكي هون ذا ابلايد فورورد بوتنشال، يعني جهد البطاريه استابلشز، هذا الجهد تبع البطاريه راح يشكل الكتريك فيلد، الالكتريك فيلد تبع جهد البطاريه راح ايش؟ يجي يعاكس مثلا يجي عكس الالكتريك فيلد تبع البارير بوتنشال. فعلى انه الالكتريك فيلد تبع البطاريه اعلى من الالكتريك فيلد تبع البارير بوتنشال، شو راح يصير؟ راح يسمح انتقال تشارج كاريرز سواء كانت الالكترونز او الهولز من منطقه البي تايب للان تايب او من منطقه الان تايب للبي تايب. واضح كيف؟ طيب هلا في حاله الانحياز العكسي بدنا نحقق 3 شروط مختلفه شويه عن حاله الانحياز الامامي. اول شرط بدنا نجيب 3 عناصر زي ما احنا نفس العناصر اللي شفناهم سابقا، واضح، اللي هم مقاومه وبطاريه والدايود. اوكي، الشرط الثاني بس بدك شرطين هون مش 3 شروط، الشرط الثاني بدك تعكس الاقطاب تبعت الدايود بحيث انك تخلي طرف الكاثود مع القطب الموجب وطرف الانود مع القطب السالب زي ما احنا شايفين هون. واضح كيف؟ هلا شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير شغله كثير مهمه، الالكتريك فيلد من اقطاب البطاريه، طلع كيف انت هون كيف الارينجمنت للبوزيتيف والنيجاتيف ايونز. هلا القطب الموجب جاي في البوزيتيف ايونز في المنطقه العازله هاي او البارير بوتنشال، لاحظ كيف معنا هون كبرت، بينما كيف كانت في حاله الانحياز الامامي هذه البارير بوتنشال كان صاير عليها شيء بسموه ريتراكشن، يعني صغيره. واضح كيف؟ هذه البارير بوتنشال، بينما لما نيجي نطلع عليها في حاله الانحياز العكسي صار عليها شيء مهم كثير، شو بسموه؟ اكسبانشن، توسعت عنا هذه البارير بوتنشال. واضح كيف؟ طيب في عندي هون في داخل الدايود حكينا 3 مناطق، منطقه الان تايب وفي عندي منطقه البي تايب، بالاضافه لوجود منطقه ثالثه تسمى البارير بوتنشال. واضح كيف؟ هلا شو اللي بيصير عندنا؟ اللي بيصير انه اقطاب البطاريه هذه القطب الموجب لما يكون موجود على طرف الكاثود، واضح كيف، في الان تايب، والقطب السالب جاي على طرف الانود اللي موجود على في البي تايب، واضح، اللي راح يصير انه التشارج اول شيء خلينا نشوف شو اللي بصير في الداخل. اللي بصير يا سيدي العزيز القطب الموجب هذا عباره عن ايش؟ عباره عن هول، واضح كيف؟ طيب وهي هذا الكترون وهذا لا سوري، هذا عباره عن بوزيتيف ايون وهي عباره عن نيجاتيف ايون. هلا هذا الالكترون اللي موجود هون حكينا هذا الفري الكترون تشكل من ايش؟ من تفاعل 4 ذرات من السيليكون مع ذره واحده من عنصر الارسنيك. واضح كيف؟ لما تفاعلوا مع بعض شكل مركب سميناه الان تايب. هلا هذا المركب شو زاد فيه؟ زاد فيه فري الكترون، واضح كيف؟ اعطى شحنه سالبه لهذا المركب. طيب هذا الفري الكترون، اوكي، لما يشوف القطب الموجب قريب منه، اوكي، راح يندفع باتجاه الفري الكترون، شو راح يصير فيه؟ راح يغادر هذا المركب، واضح، ويندفع باتجاه القطب الموجب. لما الفري الكترون يغادر هذا المركب شو راح يصير في هاي؟ بدل ما كان الشكل تبعها هيك شو بتصير؟ عباره عن بوزيتيف ايون لانها فقدت الكترون، صح ولا لا؟ نفس الشيء هذا الالكترون راح يصير عباره عن بوزيتيف ايون وهذا برضه راح يصير عن بوزيتيف ايون. تعال نشوف هلا الهول، الهول هاي لما تشوف قطب سالب قريب منها راح تندفع باتجاهه هذا الهول. فهون صار يعني هذا المركب لما فقد هول لما كسب الكترون، او كيف بدي اقول لكم اياها، هلا هذه مش هول، جت
اوكي، لما كسب الكترون شو بده يصير؟ هذه بدها تصير عباره عن نيجاتيف ايون، واضح كيف؟ وهي نيجاتيف ايون وهي نيجاتيف ايون. فاللي صاير معنا هون انه الدبليشن ريجن صاير عليها ايش بسموه اكسبانشن، اتوسعت الدبليشن ريجن. هذه الدبليشن ريجن لما بتتوسع معنا مش راح تسمح بالماجوريتي تشارج كاريرز انها تنتقل من الان تايب للبي تايب او من البي تايب للان تايب. كيف يعني؟ خليني اوضح لك اياها. هلا لما تيجي الهول هذه مثلا ما راح تقدر تتحرك على تنتقل على الجهه الثانيه لسببين. السبب الاول انه القطب السالب لما يكون قريب على جهه قريب منها على جهه الانود والقطب الموجب موجود هون، كيف راح يتحرك الهول؟ راح مش يتحرك، ما بيقدر يتحرك من اليسار لليمين، من اليمين لليسار، وانما بده يتحرك في الجهه الثانيه. واضح كيف؟ طيب، لانه ما في عندي هول قادر يتحرك من البي تايب للان تايب، مش راح يتشكل تيار كهربائي. اوكي، هلا نفس الشيء الالكترون اللي موجود هون، هذا الالكترون اذا قدر ينتقل من الان تايب للبي تايب راح يكون تيار كهربائي زي تيار الاي فورورد، بس لانه اقطاب البطاريه معكوسه عندي هون، القطب الموجب جاي على الجهه، على الجهه القريبه، والقطب السالب على الجهه البعيده، شو راح يصير في هذا الالكترون؟ مش راح يقدر طبعا لانه شحنته سالبه، مش راح يقدر يروح على القطب السالب اللي موجود هون، وانما شو راح يتحرك؟ بالعكس تماما، راح يندفع باتجاه القطب الموجب. واضح كيف؟ فاللي صاير لحل انا في الميجوريتي تشارج كاريرز، لما اجي اطلع على الان تايب، شو الميجوريتي تشارج كارير؟ الاغلبيه اللي موجوده في الان تايب عندي اياها هون عباره عن الالكترونز. واضح كيف؟ في الاقليه عباره عن الهولز. بينما البي تايب شو الميجوريتي اللي موجوده فيها؟ عباره عن الهولز. هلا الميجوريتي في البي تايب وفي الان تايب، ما الميجوريتي يعني الان تايب شو الميجوريتي اللي فيها؟ الالكترونز. والميجوريتي اللي موجوده في البي تايب الهولز، هدول الاثنين ولا واحد فيهم بيقدر ينتقل يعبر من منطقه الان تايب لمنطقه البي تايب او بالعكس. شو السبب؟ اقطاب البطاريه. واضح كيف؟ هلا بنيجي بنطلع على الماينوريتي تشارج كاريرز، الاقليه. شو الاقليه في الان تايب؟ هي عباره عن الهولز. واضح كيف؟ هذه الهولز شوف شو اللي راح يصير فيها، لانها راح تقدر تنتقل من منطقه الان تايب لمنطقه البي تايب. كيف؟ اول شيء اقطاب البطاريه، شوف كيف، مش كلها على فكره، حتى جزء بسيط منها، لانه قطب البطاريه الموجب القريب منها راح يخليها تبتعد عن القطب الموجب وتندفع باتجاه القطب السالب، بس برضه بتواجهها مشكله كبيره. شو المشكله الكبيره اللي بتواجهها؟ انه الحاجز او البارير بوتنشال حتى تقدر تنتقل هذه الهول من منطقه الان تايب لمنطقه البي تايب، اوكي، في قدامها حاجز كبير اللي هو منطقه البارير بوتنشال. شو صاير عليها البارير بوتنشال عندنا هون؟ صاير عليها شيء بسموه اكسبانشن، توسعت البارير بوتنشال، ففرصه انتقاله او احتمال انتقاله من هون لهون بس ضئيله، بس بضل في عنده في فرصه. واضح كيف؟ نفس الشيء لو جينا على البي تايب اللي موجوده هون، هذا البي تايب، شو الماينوريتي الاقليه اللي موجوده فيها؟ عباره عن الفري الكترونز. كم وحده، كم فري الكترونز موجوده عندي هون؟ وحده، اثنتين، ثلاثه. طيب الماينوريتي تشارج كاريرز هذول شو راح يصير فيهم؟ عشان القطب السالب قريب منهم واوريدي شحنتهم شحنه سالبه، راح يبتعدوا عن القطب السالب ويندفعوا باتجاه القطب الموجب. واضح كيف؟ طيب هلا بس كيف في نفس المشكله اللي بيواجهوها، نفس المشكله اللي واجهت الهول، انه في عندنا حاجز كبير قدام هذه الماينوريتي تشارج كاريرز اذا بدها تنتقل من منطقه البي تايب لمنطقه الان تايب. ايش هو الحاجز اللي امامها؟ عباره عن البارير بوتنشال، متوسع عندنا البارير بوتنشال. فانتقال، فاللي بصير دائما انت لما بدك تيجي تحط الدايود في وضعيه انحياز عكسي وتجيب جهاز اميتر دقته عالي كثير، واضح كيف؟ راح تقرا تيار قيمته جدا قليله، يعني يمكن تقرا تيار قيمته 1 ضرب 10 قوه سالب 12. هذا التيار اللي راح يطلع معك من خلال قراءته على، يعني لما تقرا انت باستخدام جهاز اميتر دقته عالي كثير كثير كثير، قيمته جدا قليله، 1 ضرب 10 قوه سالب 12، هذا شو مال المقدار؟ يقول الى الصفر. بس انا ما كتبته هون، يعني ما حطيت لك تيار الانحياز العكسي اي ار، ما حطيته هيك بيساوي صفر 100%، لانه عمليا ما بيطلع صفر، وانما قيمه تقول الى الصفر، قيمه قليله جدا تقول الى الصفر. هلا بتسال الطالب، بقول انه شو يعني التفسير الفيزيائي اللي انا ممكن اعتمده حتى بفسر لي انه في عندنا تيار قيمته قليله جدا؟ التفسير الفيزيائي هلا ذكرته، انه في عندنا ماينوريتي تشارج كاريرز موجوده في الان تايب، وفي عندنا ماينوريتي تشارج كاريرز موجوده في البي تايب. الماينوريتي تشارج كاريرز في الان تايب هاي اللي هي الهولز،
تقدر تنتقل حسب يعني حسب اقطاب البطاريه، كفيله انها تقدر تتحرك الى اقطاب البطاريه، امنت حركتها من منطقه الان تايب لمنطقه البي تايب. ونفس الشيء المايناريتي تشارج كاريرز اللي موجوده في البي تايب اللي موجوده هون قدرت تتحرك من منطقه البي تايب لمنطقه الان تايب، بس لانها ماينوريتي، لانها طبعا انتقال التشارج كارير هلا الماينوريتي من منطقه الان تايب للبي تايب او من منطقه البي تايب للان تايب ولد تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي شو بده يكون مقداره؟ جدا قليل. ليش؟ لانه احنا بنتعامل مع ماينوريتي. شو يعني ماينوريتي؟ اقليه. واضح كيف؟ يعني حركه هلا الهولز تحركت عندي هيك والالكترونز تحركت عندي على الجهه المقابله ولد تيار كهربائي، بس شو ماله هذا التيار؟ زي ما حكينا جدا قيمته قليله. شو السبب؟ لانه هذه عباره عن ماينوريتي، يعني عدد قليل جدا من التشارج كاريرز قدرت تنتقل من منطقه لمنطقه. واضح كيف؟ هذا كل شيء بيتعلق بشرح اليوم، انا شايف انه لهون بكفي. اللقاء الجاي ان شاء الله راح نكمل يعني نتكلم عن خصائص البي ان جنكشن او سنك. بس لو سمحت الديبليشن ريجن بتضلها نفس الترتيب يعني سواء في سواء يعني كانت في حاله الانحياز العكسي او الامامي ولا بتختلف؟ لا نفس الترتيب. هلا بقول لك ليش، لان بدي اجي اطلع عليها انت ليش ترتيب انا شو ماله؟ بس المساحة يعني بتختلف. هون معكوسه، ليش الترتيب اجي عندي هيك؟ يعني السبب مش عشوائي، يعني ليش مثلا اجي عندي هون بوزيتيف ايونز وليش النيجاتيف ايونز اجوا على الجهه هذه؟ تعال نشوف شو السبب. السبب بسيط كثير. هلا اول شيء انت هذه منطقه هذه الان تايب وهي عباره عن البي تايب. لما جينا حطينا المنطقه تو ريجنز مع بعض زي ما حكينا قبل شوي، اول ما حطيناهم مع بعض عند الزمن بيساوي صفر ما صار عندنا الديفيوجن. اوكي، هلا بعد ما تعطيه شويه وقت بتصير عمليه الديفيوجن. ايش هي عمليه الديفيوجن؟ حكينا عنها انه الفري الكترونز اللي موجوده في الان تايب راح تقدر تنتقل من الان تايب على البي تايب على المنطقه المجاوره. هاي الفري الكترونز، اوكي، لما هذا الالكترون هذا المركب يفقد فري الكترون وهذا المركب يكسب فري الكترون، شو بده يصير؟ هذه بتصير عباره عن بوزيتيف ايون، هذه بتصير بوزيتيف ايون، هذا بوزيتيف، هاي بوزيتيف ايون، وهذه شو راح تصير؟ نيجاتيف ايون. فانت لاحظ كيف النيجاتيف ايون جاي على جهه البي تايب والبوزيتيف ايون وين جايه؟ على جهه الان تايب. تعال نشوف هل هذا الترتيب صحيح ولا لا. هي شوف كيف، هي البي تايب جاي عليه، هي النيجاتيف ايونز على جهه الان تايب صح 100%، والبوزيتيف ايونز جاي وين؟ على جهه الان تايب. ليش؟ لانه الالكترونات هي اللي بتبادر في الانتقال من منطقه الان تايب لمنطقه البي تايب. لما هذا المركب بيفقد الكترون بصير بوزيتيف ايون، لما هذا المركب بيكسب الكترون بصير عباره عن نيجاتيف ايون. نفس الشيء هون، لاحظ كيف هي النيجاتيف ايونز على البي تايب، هات نشوف هون، هي النيجاتيف ايون على وين جاي؟ على البي تايب. نفس الشيء هون، وين عندنا؟ هي النيجاتيف ايونز على جهه البي تايب. واضح كيف؟ في حدا امس